بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لآمنين، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عودة إلى كتاب آداب الصحبة من إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمه الله ورحم علماء المسلمين أجمعين وطلبة العلم ومحبيهم، والحقنا جميعا بالصالحين. قرأنا ما قرأنا ونعود إلى بعض ما قرأنا ونربط الكلام بعضه ببعض، لأن لأخيك عليك حقوق، نعم، منها المواساة بالمال والمواساة بالنفس، وأن تضبط اللسان تارة بالسكوت وتارة بالنطق بحسب السياق، وتسكت عن العيب ولا بد من العيب أو تقصيرها هنا وهناك. ولذلك نعود إلى بعض الكلام الذي ذكرها هنا، وقيل أبي يزيد من تصحب من الناس؟ قال من يعلو منك ما يعلم الله ثم يستر عليك كما يستر الله. اللهم سترك في الدنيا والآخرة، ولا بد من ستر، سبحان الله. يعني الإنسان قد يخطئ ويستر الله عز وجل عليه ويعطيه فرصة تلو فرصة. وقال ذو النون: لا خير في صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصومة. لا خير في صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصومة. العصمة للأنبياء، العصمة للأنبياء. ما معنى الكلام لا خير في صحبة من لا يحب إلا يراك إلا معصومة؟ يطلب فيك الكمال وهو لا يطول ذلك الكمال. وهو يطلب فيك الكمال بمعنى أنه يبدل يزعجه كل عيب أو نقص أو تقصير إلى آخره، مما لا ينفك عنه الناس، مما لا ينفك عنه الناس، وهو خالي من هذه العصمة، ولا يمكن أن تكون له هذه العصمة. ومن أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم، لأن إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كلها. وقد قال بعض الحكماء: لا تصحب من يتغير عليك عند أربعة: عند غضبه ورضاه، وعند طمعه وهواه. بل ينبغي أن يكون صدق الأخوة ثابتا على اختلاف هذه الأحوال. الأخ الصادق له لون واحد، والمنافق واللئيم والحسود والحقود يتغير، وقد يتغير إذا هبت الريح باتجاه فلان أصبح معه، وإذا هبت الريح باتجاه الفكرة الفلانية أصبح معها، وإذا هبت الريح باتجاه الحزب الفلاني أصبح إيش معه. لا مبدأ يتلون. ولذلك قيل: وترى الكريم إذا تصرم وصله يخفي القبيح ويظهر الإحسان، وترى اللئيم إذا تقضى وصله يخفي الجميل ويظهر البهتان. اللئيم لا يرى جمالا. لما؟ قيل: كن جميلا ترى الوجود جميلة. السلام عليكم. وترى الكريم إذا تصرم وصله يخفي القبيح ويظهر الإحسان. سبحان الله. ولو صنع لك أخوك معروفا واحدا طوال العمر يكفي أن تذكره بذلك، وليست المنفعة هي المطلوبة. ليست المنفعة هي المطلوبة، صحبة المنفعة ليست هي الأخوة التي نتحدث عنها. ومع ذلك لا يمنع الإسلام أن ينتفع الإنسان بصاحبه. يعني
تضايقت، ضاقت بك الأمور، قد تكون حاجة نفسية، قد تكون حاجة إيش؟ نفسية. لما عم مع من تتحدث؟ مع أخي، صح ولا؟ ضاق بك الحال ماديا، مع من تتحدث؟ مع أخيك. يخفي القبيح ويظهر الإحسان، يخفي القبيح ويظهر الإحسان، يعني يظهر كل جميل، وما الحسن إلا الجميل في الفعل، وما الحسن إلا الجميل، جميل الأفعال، جميل الأقوال، حلو مش بطال، لكن أن نرى ذلك على الأرض متمثلا في حياة المرء، النظافة من الإيمان، صحيح. القول في حد ذاته لطيف، لكن علينا أن نرى ذلك. الآن قريب من المسجد الأقصى هنالك ثلاث مواقف للسيارات، أعدوها بباب الأصباط من الداخل، وأحدوها محل سوق الجمعة بالزمانات، وواحد مسميه معلم الطوب في أسفل الشارع. ذاك الذي في معمل الطوب الآن أكوام النفايات، ومكب النفايات على بعد أمتار، أو ليست عجيبة؟ أين نحن من النظافة؟ وقال عباس لابنه عبد الله: إني أرى هذا الرجل، يعني عمر رضي الله عنه، يقدمك على الأشياخ، يقدمك على الأشياخ، لأنه كان فتى، يعني كان صغير السن، فاحفظ عني خمسا، يعني مدام يقدمك عليك بإيش؟ أن تكون عند حسن ظن سيدنا عمر. قدموك، قالوا لك تعال اخدم في هالمؤسسة، اخدم هال، كن عند حصن من رأى فيك إيش خيرا وفيهم الخير. السلام كاتب. وسيدنا عبد الله بن عباس مدرسة عليهما السلام، وقد دعا له صلى الله عليه وسلم أن يعلم الله عز وجل تأويل الكتاب، تأويل القرآن الكريم، مدرسة. قال: احفظ عني خمسا لا تفشين له سرا، ولا تغتبن عنده أحدا. والسر يعني يجب أن يكون في مكان وكأنك تدفن هذا السر. والسر ليست قضية أخطاء، معاذ الله، أسرار صنعة، أسرار عمل، أسرار مكاتبات إلى آخره، لا يجوز لمرء يعني وثق به صاحب العمل أو أخوه أن يفشي سرا. ولا يغتبن أحدا، ولا تغتبن عنده أحدا. من يغتاب عندك أحدا من الناس اغتابك فيما بينه وبين الناس، لأنه هذا منهج عند فلان، ليس خاص باغتياب أنه يغتاب فلان فقط لا غير. ولا تجرين عليه كذبة، وقيل تستطيع أن تكذب على بعض الناس لبعض الوقت، ولا تستطيع أن تكذب على كل الناس كل الوقت. السلام. لا تستطيع أن تكذب على كل الناس كل وقت، تستطيع أن تكذب على بعض الناس بعض الوقت، أو الآخر راح إيش ينكشف. الذي يقول الحقيقة ليس مضطرا للبحث عن الكلمات المناسبة أو يتذكر ماذا قال، يعني ماذا كذب. من قال حقيقة راح نفسه. ولا تعصين له أمرا، ولاة الأمور، أين نحن من طاعة ولي الأمر؟ احنا فيش عندنا، اي مو المعادله هيك يا شيخ، خلينا نكون واضحين. اي لو عندنا ولي امر، ولي الامر على سبيل المثال ابوك، ابوك ولي امر، ما هو اليوم، اليوم لا لا، اليوم كثقافه، كثقافه كثقافه ما في طاعه، كثقافه لا طاعه اب ولا طاعه ام ولا بر والد ولا بر والده ولا
ما هي قضية الطاعة، ولا المسؤول ولا في لا الأولاد في المدارس ولا الموظفين في ما صح. قضية كثقافة هيك صح. ما هي مشكلة هذه، ما هي مشكلة. كيف ترقى إلى التي أكبر منها على صح. الجهتين؟ السلام عليكم. السلام. ولا يطلعن منك على خيانة والعياذ بالله. فقال الشعبي كل كلمة من هذه الخمس خير من ألف لعمقها ولإيحاءاتها. ومن ذلك السكوت عن ممارات المدافعة في كل ما يتكلم به أخوك. قال ابن عباس لا تمارس فيها فيؤذيك ولا حليما فيقليك. وصحبة السفهاء مضر. ذكرنا الحمقى والسفيه والوضي، يعني تحدث عن ما هذه الصحبة. لا تفشين له سرا ولا تغتبن عنده أحدا ولا تجرين عليه كذبا ولا تعصين له أمرا ولا يطلعن منك على خيانة. ومن قلنا وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة. هذا مع أن تركه مبطلا واجب، وقد جعل ثواب النفل أعظم، لأن السكوت عن الحق أشد على النفس من السكوت على الباطل، وإنما الأجر على قدر النصب. وأشد الأسباب لإثارة نار الحقد بين الإخوان الممارات والمناقشة، فإنها عين التدابر والتقاطع. فإن التقاطع يقع أولا بالآراء، ثم بالأقوال، ثم بالأبدان. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحرمه ولا يخذله، بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإن التقاطع يقع أولا بالآراء، والناس مذاهب، يعني تمسي على تبات، تمسي على رأي وتصبح على رأي آخر، وقد تشارك أهل بيتك بالرأي ويرون غير ذلك. قضية الأذواق والآراء حتى المذاهب الفقهية ليس لك عليهم سلطة. يعني افرض أن زوجك مالكية وأنت شافعي، حرة، مش تفرض عليها تقولها بدك تصير أنت إيش بالله أني أنا الزوج، هذا مسألة. لكن في نفس الوقت بدها شوية تفاهم، أو تكون هي من الأحناف مثلا في قضية اللمس، يعني كل هو يريد أن يتحرج من قضية اللمس قبل الصلاة مباشرة وهي لا تتحرج مثلا. قال بالأقوال، يعني الناس قد تصل إلى الفرقة على مستوى القلوب بسبب المواقف، في اجتهادات. وقلنا هنالك اجتهادات في السياسات العامة، هذا مش أبيض وأسود. ماذا يكون اقتصاد البلد عليه؟ زراعة فقط، زراعة زائد سياحة، وسياحة منضبطة، زراعة زائد سياحة وصناعة. طب صناعة بمعنى ماذا؟ بالنسبة لنا بلد صغير لا يتحمل التلوث أصلا. عندنا ذكروا قبل أسبوعين في الحدود جداول، ما عندنا نهار كثيرة، جداول في الشمال ملوثة ملوثة. إذن هي سياسات عامة، ويجتهد الإنسان. فممكن أن تختلف الآراء في مثل هذا الباب. أذكر مثلا قبل سنوات قرأت مقالا، ما أعجبني المحتوى، لكني لست صاحب اختصاص لا في الزراعة ولا في الاقتصاد. أرادوا زراعة، هكذا المقال يقول، في فلسطين زراعة شجرة الجوجوبا بدلا من شجر الزيتون. قال هذه يدخل زيتها في مستحضرات التجميل. على بساطة ما لدي من معرفة قلت إذا كان هذا الزيت يصلح لصناعة تجميلية، الزيت الذي زيت الزيتون يسمح للإغماس،
أنا ما عندي أكثر من ذلك. إن دارت الأمور صح نزلت عندك شو بتسوي فيه؟ خير الأدام الخل، هنا يوجد زي زيت والحمد لله رب العالمين. هذاك شو بدك تسوي فيه؟ عند الجوع تسأل عن قضية التجميل، ونحن بحاجة كأن وزير زراعة فلسطيني سابق قال نحتاج كأنه إلى 100,000 شجر الزيتون سنويا حتى نستطيع أن نلحق، يعني لازال استهلاك عندنا عالي جدا. واضح؟ قلنا لسنا أصحاب اختصاص، ومع ذلك على البساطة الطعام أولا قبل إيش؟ الميك أب، ولا مش هيك؟ على سلم ماسلو، وقبل سلم ماسلو أطعمهم من جوع وأمان وخوف، أطعمهم من جوع، حتى قبل الأمان من الخوف أطعمهم من جوع. سبحانه لا إله إلا هو، ورب البيت الصغير ورب البيت الكبير، كلاهما رب البيت الكبير، سمي رئيس، سمي ملك، سمي والي، سمي حاكم، سمي أميس، رب البيت الكبير ورب البيت الصغير. بدك تطعمني يعني السياسة الاقتصادية عندك بدك تكون أول باب، بدك تسد هذا الباب. قال ثم بالأبدان بنزل ببعض ضرب ويصل إلى أكثر من ذلك، وأشد الاحتقار المماراة، فإن من رد على غيره كلامه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار وإغار للصدر وإيحاش وحشة. وفي حديث أبي أمامة الباهلي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نتمارى فغضب وقال ذروا المراء لقلة خيره وذروا المراء فإن نفعه قليل وإنه يهيج العداوة بين الإخوان. وقال بعض السلف من لاح الإخوان ومراهم قلت مروءته وذهبت كرامته. وقال عبد الله بن الحسن إياك ومارات الرجال فإنك لن تعدم مكر حليم أو مفاجأة لئيم. وقال بعض السلف أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان فليكن لك أخ في الدين. هنا الأخوة أخوة إيش؟ أخوة الدين، أخوة أهل لا إله إلا الله. نقل عن سيدنا علي بن أبي طالب إن صح الكلام، ولكن المعنى إن شاء الله صحيح. الناس صنفان، أخ لك في الدين وأخ لك في الإنسانية، هذه مختلفة عن تلك، ومع ذلك لا تعدم المعروف، تقضي حاجة إخوانك، ثم إن كان عندك فضلة فليكن لديك ما تسعف به حتى من يعني ليس شرطا، يعني لو قلنا لديك جار مسيحي اليوم أنت وإياه بينكما ذمة وبينكما عهد وبينكما جيرة، هل تؤذيه بكلمة؟ لا. هل تنال من عرضه؟ لا. هل تستحل شيئا من دم من ماله؟ لا. طب فإن ضاقت به الأحوال واحتاج إلى مال تسعفه ولا لا تسعفه؟ بلى. نعم. يعني بعض النقاش عند في الشريعة اليهودية يناقشون إذا دخل السبت وغير يهودي أو غير يهودي يحتاج إلى طوارئ، تنقل بالسيارة مثلا اليوم ولا لا تنقل بالسيارة؟ المتدينون لديهم لا يجوز لهم عندهم إيش سياقة السيارة، ناقشوها اللي هي قضية يعني الإنقاذ الأرواح. بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، بل أن تكون في خدمة الناس، يعني مثلا طبيب رأى حالة، نقول مثلا صلاة جمعة وحصل حالة طوارئ عند باب الأصباط، يعني قبل أن يدخل، وممكن يكون باب السلسلة أو باب بغض النظر أو باب المجلس أو باب بغض النظر، المهم حصل حالة طوارئ طبية وهو حاضر ولا يجي الطبيب،
ولم يبقى إلا دقائق فتبدأ الصلاة، ماذا يفعل؟ يدخل إلى الصلاة ولا يعتني بالمريض؟ بل يعتني بالمريض وله أجر عظيم إن شاء الله. إن استطاع أن يسعف المريض ثم بعد ذلك يدخل يعني يلحق بالصلاة فليكن، وإلا فذلك واجب، فذلك واجب. إذن أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منهم من ضيع من ظفر به منهم. كيف تضيع أخاك؟ رزقك الله عز وجل أخا في الله، كيف تضيع هذا الأخ؟ إما المزاح الشديد الذي يؤدي إلى يعني اختلاف القلوب، وإما الكذب عليه النيل منه، يعني الاعتداء عليه بشيء يرى منك مرة تلو مرة، قد يكون سلوكا مؤذيا، ذنوبا صغائر أو غير ذلك، ينصحك فلا تعود إلى جادة الصواب. في الأخير شو بقول لك؟ الله يسهل عليك. فأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. وكثرة الممارات توجب التضييع والقطيع وتورث العداوة. وقد قال الحسن: لا تشتري عداوة رجل بمودة ألف رجل، لا تشتري عداوة رجل بمودة ألف رجل. العداوة تبدأ في قلبك إذا بحثت عنها. لو عرفنا ما في أنفسنا وكيف تختمر الأمور، العداوة أين تبدأ والمحبة أين تبدأ؟ قرار داخلي بإذن الله عز وجل يساعدنا على ذلك. ما لا يكلفك شيئا ابتسامتك وحسن تصرفك ورعاية الابتسامة في حد ذاتها، ماذا تكلفك؟ لا شيء. إذن فلتكن هنالك ابتسامة خالصة لوجه الله عز وجل. الأمانة إنه الأوقاف مكسرة، لازم الميت يبغشتو يغطوه على داره عشان دهاك ومعساع. شوف الولاية يجيب ليك وصل من الإسلام كعداد. هذه مسألة ثانية. أنا مسألة ثانية. نعم. أما قضية يعني هل من الواجب أن يعاد المتوفى إلى بيته؟ يعني ذهب إلى المستشفى، توفي هناك، غسلوه وكفنوه، هل يجب إعادته إلى البيت؟ لا. لا ليس. على كل حال، ومن أراد، صعب جدا الواحد يتحدث في حال الوفاة، لكن خلينا في الوساع. من أراد أن يودع، من أراد يعني أنت تودع لما تريد أن تحسن إليه أو إليها، تريد أن تحسن إليه، أحسن إليه في حياته بعد الوفاة. الصدقة نعم ممكن، الدعاء وممكن الصدقة، وممكن الصدقة تكون صدقة جارية إن شاء الله، وممكن يعني، لكن تحدث أهم شيء في حال الحياة. يعني ينسى أحدنا الآخر مدى. قبل أيام سمعت عن رجل توفي في بلد من البلاد العربية، بعض أنسبائنا، صديق له، صديق الصديق، نسائب كذا إلى آخره، يعني حتى وصل الخبر. قال زوجته مشغولة بوفاة أمها في بلاد الغربة فسافرت، والأولاد انتشروا في الأرض، فرقتهم الهمم كما قالت قديما، فرقتهم إيش؟ هممهم. الرجل بقي وحده 79 سنة، بقي في البيت، بينه وبين أهل المسجد اتصال. قال له أحد يعني إخوانه، أراد أن يصطحبه إلى الصلاة، قال امضي أنت، صلاة الفجر، امضي أنت وأنا أتوضأ وألحق. فما لحق بهم الرجل، إيش الرجل ظنوا في الأخير أنه لعله سافر بدون ما يعني بلغ،
رجعوا للبيت لأنه اتصلوا بأهله فما سافر، رجعوا للبيت كذا لآخره ما رد، رجعوا فيما بعد حتى اليوم الرابع انتشرت الرائحة فاتصلوا بالشرطة وكسروا إيش. ما هنا هي القضية، قضية هل نسأل عن بعضنا البعض لدرجة أنه هل نفتقد أخا لنا؟ يعني ما شاء الله أهل الصف، أهل الصف هنا ليس شرطا الصف الأول لكن أهل الصف يعرفون بعضهم، بعضهم يعرف بعض، صحيح؟ غاب فاسألوا عنه، مش يعني إن شاء الله، إن شاء الله خير، طبعا إن شاء الله خير، لا يكفي، اسألوا حقيقة، اسألوا ليس لشيء، اسألوا حتى لو سألت لطيفة جدا إنك إيش سألت. وعلى الجملة فلا باعث على المباراة إلى إظهار التمييز بمزيد العقل والفضل واحتقار المردود عليه بإظهار جهله، وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار والإذاء والشتم بالحمق والجهل، ولا معنى المعاداة إلا هذا، فكيف تضامه الأخوة والمصافاة؟ وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. المزاح مش يعني مطلقا ما يكون فيه كلمة لطيفة، لكن ليس يعني لا تحاول تدخل السرور على قلب أخيك يعني بالضحك منه، بس يعني فيها احتقار، كأن عادة طلبة المدارس يختارون أحد الناس ليش؟ يعني للاستهزاء والتحقير، وكأنه لا يروق لهم، لا تروق لهم مسألة ليش؟ بتحقير أحد الناس معروفة. ولا تعده موعدا فتخلفه، إذا حبسك حابس، اليوم في هواتف، إذا حبسك حابس اتصل وقل ستأخر كذا، لا أستطيع أن آتي بسبب كذا، واضح المسألة. وإن كان الموعد لخدمة أخيك فاضرب له موعدا قريبا على المستطاع، أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق، بسط وجه وحسن خلق. والممارة مضادة لحسن الخلق، وقد انتهى السلف في الحذر عن الممارة والحض على المساعدة إلى حد لم يروا السؤال أصلاً، وقالوا: إذا قلت لأخي قم فقال إلى أين فلا تصحب، بل قالوا: ينبغي أن يقوم ولا يسأل. قالك قم، يريد أن يريك شيئا، يريد أن ينتفع بك، يريد أن ينفعك، يريد في شيء يحتاج. إذا كنا جادين في حياتنا وصادقين في معاملاتنا قال لك قم، انتهت المسألة ببساطة شديدة. وقال أبو سليمان دراني: كان لي أخ بالعراق فكنت أجيئه في النوائب فأقول: أعطني من مالك شيئا، فكان يلقي إلي كيسة فأخذ منه ما أريد، كنت أجيه في النوائب تضيق بي الحال فأتي، فقل أعطني من مالك شيئا تجزئة شيء، فكان يلقي إلي كيسه فأخذ منه ما أريد. هذه أمواله، فأقول إيش؟ خذ. فجئت ذات يوم فقلت: أحتاج إلى شيء، فقال: كم تريد؟ فخرجت حلاوة إخائه من قلبي، خرجت الحلاوة. نعم، والحديث تتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد، أستغفرك ونتوب إليك، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.